السلام عليكم. بالنسبه لهذا القرار اللي قالت الدوله، قال لك حاجه محقره 12 الليل غادي يحبسوا كل شيء. ودابا بالنسبه لديك عباد الله اللي مساكن مريزيرفي حتى ليله العيد وغادي يمشي يسافر، وقال لك دابا كل اللي ما جمع حوايج، ما جمع حتى شي حاجه، غادي يجي قال لك غدا من اليوم مع 12 ديال الليل راه حتى شي واحد ما غادي يبقى، اللي غادي يسافر اللي يبقى حاصل في المدينه اللي هو فيها. بحال دابا بالنسبه للمساكن اللي شارين الحولي ومديرين مع عباد الله ليله العيد، علاش غادي يجيبوا لنا؟ شنو غادي يدير؟ ما صافي، ما عباد الله تشوف بالنسبه للمحطه، شوف كاع عباد الله كاملين هنايا كلشي مشوكي، واللي مسكين دابا ما عندوش معول حتى ليله العيد غادي يعطيوه، غادي اش اللي كيتسال شي حاجه غادي يعطيوها ليه، اش غادي يدير؟ او بنادم راه اخويا، ما نكذبش عليك اخويا، هذا القرار اللي خرجوا به راه ما قهر عباد الله. وبالنسبه لعباد الله اللي باقي حاطه في شي بلاصه، الله يدير ليه شي تاويج ديال الخير وصافي. خويا كنا ما بينا ما علينا، كنا معولين على واحد يومين اللي غادي نهبطوا في حالاتنا. جانا ميساج من عند بنادم قال لك اودي راه يحبسوا مع 12 الليل، صافي جينا ما فهمنا والو، حنا اصلا دابا مقطعين وما عرفنا واش غنمشيو ولا لا، ما عرفناش كيفاش، ما فهمنا حتى شي حاجه، حنا مقطعين. بنادم قلنا راه الكار غايجي، واش غايجي فريمون ولا لا، الله اعلم. كاينين الناس دابا غادي لاكادير، كل فين غادي، الله يحسن العوان. خويا الكيران تيبان لنا واقفين، وبنادم تيعيط ما فهمنا حتى شي حاجه، ما نكذبش عليه. البري اخويا بالنسبه للبري الاكادير قطعوا لنا ب 21000 فرانك، 4100 هادشي اللي قطعوا لينا، ما عرفناش كيفاش. حنا ما بقيناش كنسولوا على بشحال، فهمتي؟ ما بقيناش كنسولوا على بشحال، المهم هي بغينا نوصلوا عند وليداتنا. هادشي خصهم يعلموا كاع باربع ايام خمس ايام، شو كل ما يكون. وكان دابا كاع مزق ما الاذن في دارهم، معيد عيد في المحطه. فين الناس اللي مسؤوله؟ فين هما الناس اللي مسؤوله؟ فين الناس مسؤولة؟ فين هو؟ واش حنا شعب او الظلم؟ علمونا حتى 12 ديال الليل حنايا. كان اللي شاري كاع، كان اللي باغي يعيد مع ولاده ومع والديه في البلاد ويجلس جالس هنا يجلس في المحطة. علموا عباد الله، ما خصنا، ما عندنا ما نديروا به العيد. هالعيد ما عندنا ما نديروا به. إلا كيفكروا الشعب، ما خصناش العيد كاع ويخلوا الناس في محلهم. علموا عباد الله، ما علموا جي بكري وقال لك 12 الليل باغي يشدوا. هادشي راه مشو معقول هادشي. كورونا هادي هي كورونا، يقولوا كورونا، ما شافوش الكورونا كاع، ما شافوهاش كورونا. هذا شي مشو معقول، هادشي راه مشو معقول، فهمتي؟ الناس المسؤوله خصها تكون في جنب الشعب ماشي ضد الشعب. وعاش الملك. راه حشومه هادشي، والله الا حشومه. خلاونا حتى الدقيقه عام 90، ما قالوا لنا قبل هذا الشيء. اصلا دابا راه رولنا بزاف وما عرفناش كيفاش نديرو، والله الا رولنا بزاف حشومه. والله انا بغيت نمشي لتيزنيت، بغينا نمشي لتيزنيت، ودابا ركبنا الطاكسيات، اربعة الطاكسيات ولا خمسة الطاكسيات، ما الوراق ما كاينينش كاع. والمركب راه 6000 ريال 7000 ريال، وخلونا خلينا وليدانا يقولوا لنا العيد، ما يقولوا لناش العيد، ما عندنا ما نديروا بالعيد، خلينا وليدانا ما عندنا ما نديروا بالعيد. والله الا حشومه، نديروا العيد باش يبيعوا حشومه كاع. اش من عيد؟ اش من هالحاله كاع؟ حنا مغاربه كاع، المغاربه حنا في هالحاله هذه، حنا مغاربه. والله الا حشومه، حشومه كاع. كاين اللي جاب اسره جالسه هنا مشيت بها في المحطه، يقول لك 12 الليل اللي طرقوا الكيران. حنايا تشردنا هنا ما كنكذبش عليك، بالعربية تعرف تشردنا في هذه المحطة، وبلا نمشي لأكاديمية مازال ما لقينا ترونسبور ما والو، واش هو اللي واحدين فيه دابا؟ ها؟ 5000 أدمينة كل واحد، أش كيطلب؟ 22 واحد 21 ألف فرانك، داك الشيء اللي كاين 20000 فرانك على الفوق، 20000 فرانك الفوق، وعطينا ورقة ما فيها لا نمرة لا والو. أخويا قطعنا ب 3000 ريال، وقال لك تسناه الكاريجي، هو ما جاش، حنا سامحين في ولادنا، أنا مقطعة غير أختي. مقطعه انا ما غادياش انا ما غادياش قطعه اختي، هذا بالكار ما كاينش 3000 ريال باش مقطعه. كار ما غاديه الفاس 3000 ريال، كيف كان مولفين كنمشيوها ب 1400 70 درهم، دابا ولينا 3000 ريال. وقررنا ما عجبناش هذا القرار كاع. اللي غادي نقولوا حنا، شي غدوزوش ما غدوزوش، ما غاديش دوزوا كل شيء. بالنسبه للشيء هذاك اللي قال لك بان ما غيحبسوا مع 12، خاصو يشوف هذا الشيء شنو واقع هنا. ماشي يحبس مع 12 ويمشي هو ينعس، هو ما خسر والو، عنده طوموبيل وعنده الشيفور، يشوف الناس
يشوفوا شنو واقع في المحطه هنا. حنا بغينا نشوف القناش فاش نمشيو. كان المركوب 50 درهم 70 درهم ولا دابا 200 درهم. هاد الشيء راه منكر، هاد الشيء راه منكر. ما عارفينش اش كيديروا ناس دايخين، الشفاره كيسرقوا، هادو زايدين عليهم في الثمن، كل واحد اش داير لهم في الثمن. الله يجعل السلام. الله الا حرام هاد الشيء، وحق الله الا حشومه عليهم. ما كاين لا نظام لا والو، داك الشيء الله يجعل السلام اخويا. بزاف هاد الشيء والله الا بزاف. الله يرضى بينا، الله يرضى بينا، الله يرضى بينا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.